فلاش باك حدث في مثل هذا اليوم. مستمعي إذاعة الحياة من القيروان، مرحبا بكم في فلاش باك جديد، نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز ما صار للفائدة والاعتبار. 3 نوفمبر 1394، الملك تشارل السادس ينفي اليهود من فرنسا. 3 نوفمبر 1839، بدأ حرب الأفيون التي أعلنتها المملكة المتحدة على الصين. 3 نوفمبر 1906، بداية جلاء قوات الدولة العثمانية في منطقة القصيم على يد قوات عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ملك السعودية. 3 نوفمبر 1913، الولايات المتحدة تسن قانون ضريبة الدخل. 3 نوفمبر 1916، إبرام معاهدة تأسيس إمارة قطر. 3 نوفمبر 1918، بولندا تعلن استقلالها عن روسيا بعد الحرب العالمية الأولى. 3 نوفمبر 1928، تركيا تبدأ استخدام الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية في كتابة اللغة التركية. 3 نوفمبر 1935، الملك جورج الثاني يعود إلى اليونان ويستعيد ملكه بعد إعادة النظام الملكي. 3 نوفمبر 1942، إطلاق أول صاروخ ألماني من طراز F2، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. 3 نوفمبر 1956، قوات الكيان المحتل لفلسطين ينفذ مجزرة بحق مئات الفلسطينيين من سكان مدينة خان يونس خلال حملته لاحتلال قطاع غزة. 3 نوفمبر 1956، العمال العرب ينزفوا أنابيب البترول في كل من سوريا وليبيا والبحرين والسعودية لمنع البترول عن المعتدين أثناء العدوان الثلاثي على مصر. 3 نوفمبر 1962، المجلس التأسيسي الكويتي ينجز مشروع الدستور ويرفعه إلى الأمير. 3 نوفمبر 1992، انتخاب بيل كلينتون رئيسا للولايات المتحدة بعد فوزه على الرئيس جورج بوش. 3 نوفمبر 2013، إعصار هايان يضرب الفلبين وفيتنام ويؤدي إلى مقتل حوالي 6100 شخص. 3 نوفمبر 2014، افتتاح برج التجارة العالمي الواحد ليصبح أطول مبنى في نصف الكرة الغربية بارتفاع 541 متر. 3 نوفمبر 2017، الجيش السوري ينجح في فك الحصار الذي فرضه تنظيم الدولة الإسلامية داعش على أجزاء من مدينة دير الزور منذ عام 2014. مستمعي إذاعة الحياة من القيروان، نلتقي بحول الله كل يوم مع فلاش باك جديد، وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد، مع تحيات إذاعة الحياة. فلاش باك حدث في مثل هذا اليوم.